اتصور انه كاسيميرو من الاشياء اللي لا يمكن الاستغناء عنها بسهوله في ريال مدريد. كاسيميرو يطلب دائما من زملائه اللاعبين ان يذهبوا ليستمتعوا في الهجوم ويتركوا مرمى مدريد هو المسؤول. مفتاح مرمى مدريد موجود في جيب كاسيميرو، لا يمكن ان يسمح لاحد بان يقترب من مرمى مارينجي. يكشف دائما الملعب بشكل رائع